كابتن، سعداء طبعا اليومين دول ومبسوطين بالسوبر. اتكلمنا انا طول الاسبوع بتكلم في هذا الامر، ولكن برضو مهم جدا ان انا اسمع رايك في فوز النادي الاهلي بالسوبر كره القدم والافريقي لكره اليد. ثم مختلف الالعاب كلها، مختلف الالعاب طبعا، ولكن ايضا كابتن خطيب واعلانه افتتاح مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس ان شاء الله يوم 1/6، حاجة يوم الخميس 1/6. حاجة جميلة جدا انك انت تبقى عندك في كل منطقة او في كل مكان موجود جوه داخل جمهورية مصر العربية، داخل القاهرة الاول الكبرى يعني. ده زي ما انا شفتك في الانترو بتتكلم لجماهير النادي الاهلي. حقيقي جماهير النادي الاهلي بتتمتع بإدارة جيدة جدا، بإدارة بتبحث عن اسعادها اذا كان في البطولات او في الأندية او في الاماكن او في كل ناقص. طبعا الاستاد الكبير خدت بالك ان شاء الله ده ان شاء الله يعني ربنا يسهل لما يعني نلحقه باذن كله في وقته. ف هي الحكايه كلها في اي حته في اي مؤسسه ناجحه هي الاداره طبعا، يعني الاداره هي اللي بتبحث دايما على سبل النجاح في لجماهيرها، للبطولات، للاجيال اللي بتوصل لاجيال ثانيه، يعني كل حاجه. بتلاقي النادي الاهلي ده بنشوفكم انتوا بتتكلموا كمقدمين برامج او اصحاب برامج كويس، وبنشوف بقيه البرامج الثانيه انتوا بتدوروا دايما على النجاح شكله عامل ازاي، او صحيح. كلنا بندور على النجاح شكله عامل ازاي. في ناس ما رايحه منهم بسبب انهم مش مفكرين غير في اللي حواليهم، صحيح يعني مش في ورقتهم هم مثلا. لا يا كابتن صح زي ما حضرتك بتقول، انا قلت هم كويسين على فكره. تصدق يا اسلام انا لسه كنت هقول لك والله لو فكروا يلعبوا، لو ايه فكروا يلعبوا بس، هو ده ملهمش دعوه، هو ده وما يتكلوش على يعني حاجه معينه. انا قلت امبارح يعني كلمه مهمه جدا، لو الناس دي ما بتكرهش او بتكره النادي الاهلي قد حبها لان هي تلعب او تعمل انشاءات او كذا او كذا او كذا، كان زمانها بقت حته تانية خالص. هم لكن هو كرههم ما بيفكروش غير في كرههم بس للنادي الاهلي، لكن ما بيفكروش في نفسهم. لا وفي ناس ما لهمش مش مخلينك تفكر. بص العظمه يا كابتن، بص العظمه، بص الكيان والتطوير والحاجات دي كلها عامله ازاي. اصبح كلمه النسر دي كمان علامه تريد مارك بالنسبه لنا. بنبحث دايما على انك بترتقي دايما لاعلى. نقدر نفتخر برموزنا، نفتخر بادارتنا، نفتخر بكل حاجه. هو ده اللي بنتمناه للكل.